تفضل أخي أبو فهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. أقول عندنا مسجد جامع في الحي، ولما نقرأ القرآن يعني بصوت عادي الجماعة ينكرون على الشخص أو يلتفتون يسار ويمين، ليش هذا الصوت الواحد يرفع صوته ويقرأ القرآن؟ وليش يقول تخش المسجد كأنك خاش عزا، يعني ما تقول انك خاش المسجد تبغى تصلي او تستنن وتقرأ القرآن؟ ما ادري يعني الاحسن والافضل الواحد يقرأ بصمت ولا يقرأ بصوت يعني مو عالي مرة لكن صوت يعني طيب. يقرأ القرآن زيه زي واضح السؤال يا ابو فهد، شكرا. نعم، قراءة القرآن فيها فضل عظيم ولا سيما في المسجد، ولكن إذا كان أنه إذا جهر بالقرآن أنه يشوش على الناس، يشوش على الذي يقرؤون في المسجد أو يشوش على المصلين، فإنه لا يجهر الجهر الذي يشوش على الناس. وأما إذا كان ما عندها أحد أو أنه ما يجهر جهر يشوش على من حوله فلا بأس بذلك. نعم.